ما أجمله قلب يحمل هم أخيه، في العسر له يسر، في الحزن يواسي. كن عونا للناس دوما، تنادينا خواطرنا. بس برضه ممكن اعتبرها كده، بس نقاط القوة تقول انا عادي، ممكن تهايلايت نقاط القوة. مثلا انا بعمل كذا بس مش تسكت. مثلا انا نقاط القوة مثلا بتاعتي ان انا والله بكوميونيكيت كويس وبحل الكونفليكت. ده حصل حتى موقف كذا 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 في الشركه، وانا دخلت في كونفليكت وحليته. فحتى لو تحط هيدر في الاول هتقول انا بعرف كذا وكان حصل موقف كذا. يهم جدا اللي قدامك يعرف الكابابيلتيز والمشاكل اللي انت مريت بيها حقيقه، مش بس تايتلز وكلام. على فكره ده بيفرق جدا في الانترفيو. اي واز ان انترفيو موبايلي عندي من 3 سنين، وكان واحد اكسبرت جدا وكان قوي جدا في التكنيكال، ولو خلي معاه مش هرجع تاني خالص. يعني هو شاطر جدا واعتبر عندي اكسبيرينس. بس دخلت باسلوب الستوري تيلر، حكيت له المشاكل اللي قابلتني. كان هو طبعا بس احكيها بشكل مشوق. يعني انا دخلت عليه الكليب بتاعه، عرفت الراجل ده اشتغل في ايه، اشتغل في الاريا دي الاريا دي، ومعروف ان في مشاكل مشهوره في الاريا دي، وجبت مواقف اشتغلت فيها في الاريا دي. فلما كنت بحكي كان هو فيري انترستنج. طب عملت ايه؟ وبعد كده بقى بديل بقى ايه شويه ايه سسبنس. وفجاه دخل ايه الفي بي بتاعه مثلا وقال مني هعمل كذا وكذا، فقلت له لا مدير حل كذا. فطبعا الستوري تيلر دوت ستايل مع الوقت اشوفه دوت رفع ايده فوق هتلاقيه ايه بيشتغلهم كده اللي هو نعمل كذا كل باصص له خلاص. يعني الستوري تيلر ستايل ابعد خالص عن الموضوع مربع عينك انت. انا شاطر في كل حاجه، انا عملت حاجات كتير كويسه في حياتي، انا اشتغلت مدير، انا اشتغلت بزنس، اشتغلت كذا. لا مش عايز كده، عايز ستوري تيلر. كان في سؤال مره سالته في الانترفيو، يعني اسوء شيء عملته في الشغل، فده يعني اروح معاه في الحته السعيده ولا احاول اقلبها ايجابيه؟ والله السؤال ده سالته مرتين في الانترفيو. والله المفروض تكون بالمس عند انا اسال حد سالني ايه اسوء حاجه عملتها في الشغل، اقول له والله انا ساعات كنت متاخر كتير وبحاول ان انا ما اتاخرش، بس قدرت ان انا اتغلب على كده ان انا بقيت بظبط المنبه بدري، بقيت اعمل كذا مثلا. دي مثلا اسوء حاجه، بس هو طول مصيبه حقيقيه. لو طول مصيبه مصيبه حقيقيه عملتها في الشغل هتبقى مشكله كبيره. بس انا مسحت التدريس بس هو في فعلا مشكله حصلت كبيره. يعني ربنا يزرعنا لنا حاجه كاسه كبيره ولا مع السلامه انت بتاعك مش هيبقى لك ابدا. فتعرف تبقى ستوري تيلر دي فعلا ذا كي اوف ذا انترفيو. شو دونت محتاج يعمل نوك، يعني يكتب السي في بتاعته از سكريبت؟ لا السي في ستيل هيكون فيه كل الشغلات والخبرات. لا السي في اللي مطبوعه دي خلاص هتبقى سبيل بالضبط. صحيح يصور نفسه صحيح عشان تشوف تعمل بالضبط. انا فاهم انا خايف انا عملت لك شو دونت مي ذا مون شاين شو مي ذا لايت اوف لايت اون ذا ويندو. دايما ما يعني توري له شغل ده برضه بارت اوف ذا ستوري تيلر، انك دايما توري له انك تقدر تعمل. لكن اذا سالت حاجه ما تعرفهاش، انا عملت انترفيو لواحد في الاسبوع كان قال الانترفيو كلمه انا ممكن اتعلم حوالي 15 مره. عندي كابابيلتي ان انا اتصورش ان احنا كنا بوست بيه قد ايه. يعني كل ما يجي حته ما اعرفش مثلا الحته دي از فيري انترستنج بوينت، في نوليدج سورسز كتير فيها انا اعرف ان ممكن اخد. يعني كان كل حاجه عنده ريفرنس سورس ليها ممكن يرجع لها يجيب لها الايه المعلومه. وسالته تقدر تعمل ده بيديك امبريشن للليرنينج كيرف بتاعه عين غير ما حضرتك ما اعرفش. لك صعبه جدا انت ايه ده انت تساله ده لا تقول لي ايه دي فيري انترستنج كويشنز كويس جدا ممكن ما تكونش اشتغلت في الاريا ديت. بس في مثلا موقع ريدنج عليه كورس كان بيتكلم في الحته دي ممكن اشتغل فيها او ممكن ادور على كورسات. فدايما انك تبين الكبيرة انك تقدر تتعلم فدايما شو دونت نو يور اودينس. ممكن جدا لو تاخد انترفيو تكون عارف تتكلم مين، زي ما قلت مش بايظ، تكون عارف الشركه اللي انت رايحها، تكون عارف الخبرات بتاعتها. انا كنت بس عملت انترفيو يوم الخميس لواحد بروجكت مانجر، فبساله ايه خدمات الشركه بتاعتنا؟ مش عارف خدمات.
فالدنيا طبعا سيء، هو حتى مش كير يعني على الاقل تروح شركه اكس او تعرف الخدمات اللي بتقدمها، مثلا اللي خدمتين بعد مثلا نس تي سي بتعمل مكالمات لا وهذا لوت اوف بورتفوليو اوف سيرفيسز محتاج دي مثلا على منهم مثلا 5-10 بس مهم جدا انك تعرف. هل ممكن مثلا يعني لما يجي لي مثلا اتصال على الانترفيو ممكن اسجل لي انترفيو ولا ممكن اعمل ايه؟ على حسب الاتصال، الاتصال نفسه غالبا اللي تحدد الموعد ويقول لك انك عندك انترفيو. فعمر يعني الاد هوك انترفيو دوت عمره ما حصل يعني الا في الشركات الكبيره. يعني حد كان بيقول لك عندك انترفيو دلوقتي؟ لا، هي شركات محترمه والله استعد عندك انترفيو تليفون واتند في المكان الفلاني في اليوم الفلاني مناسب ليك ولا لا؟ مش مناسب كده، لازم نسال على المكان وعلى الوقت وعلى كل حاجه. مش ما في فوشه على طول اقول لا هو مش عارف مين اصلا. اول مسح على المكان طبعا حضرتك في ساعه انترفيو فوق لا في بس مش باول مره مش اول مره اول مره كده خالص لك انت دلوقتي في انترفيو دلوقتي على الهواء طبعا مستغرب الحقيقه في مصر بنعملها لا بقول لك ده اوكي عشان كده البروفيشنال او شركه المالتي ناشونال الكبيره عمرها ما تعمل كده عندي فرصه انك تلبس هدوم قبل ايه وياخدوا لازم تلبس في واحد اتصل عليك حضرتك بالتليفون يسالك البوزيشن بتاعك او التايتل وبتاخد كده صحيح دور كده والله على فكره بقى جدا ليه لان في الاخر لما ارد عليه اقول له اول حضرتك مين والبوزيشن بتاعك ايه والبادجت بتاعك قد ايه؟ ان انا باخد كذا والنكست هيبقى كذا. فبدل ما انا اتعب نفسي واحرق نفسي في شغل الانترفيوز لو اكسبتد ولا حصل معايا كذا بيسالني بقول له انا باخد كذا وعايز اخد كذا مش مناسب الاول خلاص مش مناسب لكن امشي معاه في كل السايكل ساعات بيبقى مفيد وساعات لا ساعات تضيع وقت وساعات بيبقى كويس حسب الشركه. مثلا لو شركه كبيره بقدر اسال جدا ان انا اخش في الانترفيو سايكل بتاعتهم واتعلم الستايل وكده وكده لكن ساعات بيبقى صريح جدا النظام ده في الاول بيهتمك انك بيعرفك انك لا والله انت بره الرينج بتاعك خلاص. طب الموضوع ممتع الصراحه بس بتبدا بكسوف يعني ازاي عادي خالص والله كذا وعاوز كذا والبارت بتاعتك موفقه ممكن نقول على حسب الريكويرمنت بتاع الوظيفه والسكيلز او المهام اللي انا هشتغل عليها. I'm not going to be able to do it. او ضد الريجن بتاعتك او العقيده بتاعتك فلوك فور براند ماتش تمام جدا بوزيشن او كومباني فاست ستريت اند ديز لازم تشوف الكومباني بتاعها مش بتعرف شو مناسب ليك او لا. ساعات زي ما تشوف الاستراتيجي ديسيجن احنا ممكن ناخد ديسيجن احنا واحد شركات اقل مننا لهدف بنتكلم عنه في السايت دي فاهم هتكون شركه مناسبه ليك مناسبه للبريفز والخبرات بتاعتك والحاجه دي اللي هي البصل. في سؤال كنا بنتناقش مفيش المفروض اسئله هنتكلم على اخر جزء قبل ناخد البريك بتاعنا هنتكلم على كارير استراتيجيك ديسيجن. كارير استراتيجيك ديسيجن معناها انك هتاخد قرار مصيري خلاص القرار المصيري المصيري اتفضل يا جنس فاول كارير هو الكونفورت زون. اغلبنا يعني بفضل الله ونعمه ما بنعيش في الكونفورت زون. الكونفورت زون باي ديفينيشن هي الاريا اللي انت بتكون حاسس فيها الدنيا روتين وعايش بنفس الباترن بتاخد سالاري يور ساتسفايد هابي بس مفيش سكسس يعني مفيش ابريزن ف يو هاف تو ثينك انك ممكن في وقت تحتاج انك تطلع من الكومفورت زون عشان تحقق سكسس. بس دوت الجوجل كومفورت زون مهم جدا انك تحسب حسابات كتير جدا تحسب حسابات السيتويشن بتاعك. هل انت ممبر لوحدك ولا معاك فاميلي؟ طب الفاميلي ستيشن بتاعها ايه؟ هل انت معاك يعني فلوس كفايه انك تقدر تعمل الخطوه ديت ولا لا؟ فالنوت لايك جيرني بس خطوه مهمه جدا انك ما تفضلش الكونفورت زون لازم تبص فور ذا سكسس. سكسس دايما بيبقى فيه بعض الريسكس انك تنقل مثلا تكنولوجي ثانيه او تنقل لمكان ثاني او تعلم حاجه جديده او تلبس حاجه جديده بس ما تفكرش دايما في الكونفورت زون ما تقعدش فيها كتير. لو عندك فرصه انك مثلا لو جوزت ولادك وخلاص بقى بقيت انت ومراتك لا اطلع وروح للسكسس. لو لسه ما اتجوزتش روح للسكسس. لو اتجوز برضه حاول تروح للسكسس في كل حياتك. الكونفورت زون ده المده بتاعتها كام يعني؟ المده لا في ناس من الكونفورت سنين مش عارف ايه صح كده كونفورت لا ليميت معين؟
نعم؟ لا ليميت معين. لا 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 هي ليها علاقة بالإحساس الداخلي. أنا خلاص أنا حاسس إن أنا منتج في المكان ده. أنا أنت مستغية وشكلي كويسة ومش عارف إيه. لا محتاجين إنك لو عاوز تروح للسكسس لا محتاجين إنك تغير الروتين اليومي. أنا أعرف ناس بقالهم 5 و10 سنين بيعملوا نفس التاسك في السبورت. يجي الجوب يخلص الجوب يقفل التيكتس بتاعته يعملها. بس هو سيلكتيف وسيلكتيف يغلق خلاص. ده أنا دخلت كونفورت زون مستعجل. بس مش هو ده سكسس. لو انت عاوز تنهانس امبروف تركز حياتك لازم تروح تطلع بره الكونفورت زون. مش لازم برضه ان انا عشان اطلع من الكونفورت زون بتاعتي ان انا اروح شركه ثانيه ممكن نفس الشركه بتاعتي ان ابدا اغير انا اللي انكش صحيح هو اللي جاي هو موف تو امبروف. تروح مش بقى مكان واحد اعلى منك يبقى شوف هي موف تو امبروف هي فعلا ان انا لازم افكر اموف بس الموف اللي انا ممكن ان انا احسبه كويس ممكن بقى جوه الاورجانيزيشن مش مسائل ممكن بره الاورجانيزيشن ممكن بقى جوه التيم في بوزيشن تاني بعمل حاجه تانيه بس وكل موف ليها ريسك بتاعها لو موف ليها ريسك ده موف ليها ريسك كبيره ف select the right time to move to prepare yourself and family for the jump warm before the jump لازم تسخن قبل ما تنط النطش لان الريكشن العضلي يعني تسخن تاخد كورسات تاخد في الاير اللي رايحها تاخد نولج تحتك بالخبرات اللي انت رايح لها تجهز نفسك قبل ما تنط النطش احصل لك شد عضلي انت جيت على طول لا قبل ما تجامب على اريا معينه او شغل جديد معين لازم تبقى فيت انك تعمل البطل مهم جدا وعلى فكره الجامب استراتيجيك مهم جدا انك ممكن تروح لشركه ثانيه تكون في بوزيشن اقل من البوزيشن انت فيه فانت وصلت في شركه انك ستك مش عارف تعلم بس في شركه ثانيه ممكن يكون فيها تايتل يعني تقدر تطلع بسهوله فاعرف ناس كتير ريدوا ستيب باك لورا وقدروا ان هم يطلعوا ثاني فوق راحوا يسووا شركات مالتي ناشونال راحوا شركات لوكال وعيدوا ورجعوا تاني فوق فالجامب على فكره مش شرط يكون فورورد ممكن يكون جامب باكورد فمهم جدا انك تفكر الاستراتيجي في الجامب بتاعتك وفائدتها ايه تناقضات كثيره بين الشركات بالظبط ده على فكره اشاعه برضه مخدره انت نقلات كثيره مش مشكله بس هو سبب تناقض هو الايه هو المشكله يعني كان واحد نقل 10 شركات سنه على حسب زي ما قلت لك التناقضات كثيره مش مشكله مش هي سبب التناقض يعني ليس انت مش حاسس انت نقلت ليه سبتهم ليه هو عشان انا وحش والناس تكرهني لا لكن افرض انت تقول والله احد الاسباب I seek more experience. هات كذا وكذا وكذا وكذا. تعيسان خليك خليك تقعد والله لو عيد لو الجوب بتاعك يقدم لي كذا وكذا وكذا هقعد فيها. ساعات هو انترست في واحد 6 شهور سنة ويمشي. يمكن هو انترست في 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 البروفايل ده. لأن هو عنده شغلة مش محتاج حد يطول معه عاوز حد يأدي مهمة معينة. وأعرف ناس حابة اشتغلوا في مايكروسوفت في بروجكت سنة ومشوا. وكان حد يكون الستايل ده ما كانش حد بيعرف شغال كتير. فدي كانت ميزة. فلما راح هو صاحبي اسمه خالد لما راح خدوه على طول. كان احد المميزات لما سالوه قلت له انا عشان انت بتجامب كتير لكن في شركه دي حكوميه تقول لك لا ما ينفعش انا عايز حد يقعد وحتى لو مش ستيت عشان كان تخلي معاه حاجات زي كده احترامه طبعا للكل جامب استراتيجي لور بوزيشن اوفر ايزي تو بروموت زي ما قلت ممكن ترجع استيفار تقدر تبروموت استيفار اعتقد احنا هنبعت في الديفنس فليتش يو كامبي في الراجل ده بيشيل المطعم او كده بسويتش كده يعني دونت كونسيدر ذا ايج روح الحياه افضل حياه افضل دونت كونسيدر ذا ايج كونسيدر ذا كابابيلتيز يعني ما حدش يقول والله انا كبرت في السن وخلاص بقى مش هقدر اسويتش وهي كارير لا والله انا اعرف ناس عندهم 20 سنه وما عندهمش القدره ان هم يعملوا سويتش كارير او 25 سنه ما عندوش كابابيلتيز هو فقد الكابابيلتي هو خلاص عايش حياته كده واعرف ناس بتقدر سويتش كارير بتاعها وهي كبيره انا اعرف كان عندنا عامل في اتصالات مصر كان عنده حوالي 55 سنه الراجل دوت مش متعلم اتعلم هو هدفه انه يشتغل سكرتير في الاي تي شوف حط التارجت حط المكان حط الكابابيلتيز بدا نفسه قدر يسويتش كارير بتاعه وهو عنده حوالي 57 سنه خد خلاص محمود 100 وخد شهاده وحاليا شغال انا اول ما اتخرجت بعد ما اتخرجت جه لي واحد صيدلي خريج صيدله وعاوز يسويتش الكارير بتاعه للتليكوم اوكي فسالته ليه بعيدا انت درست صيدله 5 سنين قبل كده هو كان حمام كان دايركتور كبير في فودافون ايجيبت وكان خاطب وكان مخاطب بنته يعني كان موقف الجواز على ان هو يشتغل وهو مش عارف يفتح صيدليه وقال له لازم سويتش تليكوم واجيبك شغل معانا في فودافون او في اي شركه حاليا هو يعني تيم ليدر في فودافون
لحد ما بدا يعمل داتابيز وجافا جي او اي وبعد كده ابتدى يخش بقى في الشغل. بس هو عنده هدف وعايز يتجوز صح، فعنده تارجت وبيشتغل عليه. هو ده وظيفه جواز ده فوليو باشن. هدي الفكره انك تشوف الباشن بتاعك فين. الباشن بتاعك مش عارف يكون في شغل حالي، ممكن الباشن بتاعك يكون مثلا في حاجه مختلفه. فدايما فوليو يور باشن. لما تيجي تسويتش فاضي انت بتحب ايه ممكن تعمله، ممكن تخليك في الشغل بتاعك وتبدا تعمل حاجه تحبها لحد ما تبقى فعلا فيها موازي انك تقدر تسيب شغلك وبعد كده تتنقل لها. يعني مش عايز سويتش كارير انك تكون في ريسك، انك تشرب النهارده على شغلك وابدا الريسك بتاعي في الناس تعمل غلط. لو قدرت تبدا تنبهدل في حاجه انت بتحبها بتحبها جدا لحد ما تبقى كويس فيها وتقدر تشيل شغلك، سيب الشغل بتاعك وابدا كمل فيها. اعرف ناس كتير عملوا الموضوع دوت، بدل ما هم يعني يفولوا الباشن بتاعهم دلوقتي في مكان يعني بريبير يور سيلف فور ذا نيو كارير. جهز نفسك للكارير الجديد. تيك ا ديب بريث، خد نفسك كده ايه عميق. افرض انت ان امبلويد ليس خلاص الفتره ديت ما عندكش شغل، هل دي حاجه وحشه ولا حلوه ازاي تقدر تستغلها؟ الفكره الامبلويد ساعات لا تحسبوه شر عليكم بل هو خير. ساعات ناس كتير بتبقى شغاله في شغلانه وربنا كتب لها فرق كبير في حسن كبير وهي طبعا في الكونفورت زون اعلى يعني ده مستريحه. ف الامبلويمنت ريت از ا تشانس فور ذا امبروفمنت يو نيفر كان دو وين يو هاف ورك. انا اعرف ناس خدوا كميه كورسات منهم زميلي في الشغل كان امبلويد قبل ما يجي عندنا. ببص لما عملت انترفيو واخد يعني سبع شهادات كبار جدا في الكورس. قلت له خدتهم ايه؟ قال لي خدتهم في الفتره اللي كنت امبلويد فيها. خدنا ما شاء الله 10 سنين شغال بس ما قدرش ياخد الشهادات والكابابيلتيز دي الا في الامبلويد. فمهم جدا تعرف ان امبلويمنت بيريد او امبلويمنت عموما ممكن يبقى تشانس انك تو امبروف يور سيلف. عمرك ما كنت تقدر تعمله وانت عندك شغل وعندك ديوتيز ودي تو دي اكتيفيتيز. فدايما فكر في الموضوع ده. طيب في اي اسئله؟ انا كده خلصت السيشن الاولانيه. ان شاء الله السيشن الجايه هتبقى فيري انترستنج. هنتكلم معاها لو انت بقى ممبر في تيم معين او في شركه ازاي تجين باور. الباور بانواعها مختلفه، انواع الباور في كذا بقى اكسبرت باور كوميونيكيشن باور. هنتكلم على الكوميونيكيشن، هنتكلم على الكونفليكت مانجمنت، هنتكلم على الكوميونيكيشن برضه هاو تو رايت ايميلز وريد والكابس لوك وتبدا ازاي الايميل وتنهيه ازاي وبين البيست براكتس في الايميلات. هنتكلم على الكونفليكت مانجمنت بانواعها والليدرشيب ستايل. وبعد كده نتكلم على ماركت يور بزنس جودز اند سيرفيس سيجمنتيشن فايف فورسز فور بيز فورسز فورسيشن. ناخد ان شاء الله بريك ونشوفكم ان شاء الله بعد البريك. ماشي تمام. طيب هنكمل كلامنا. البارت اوف سيشن مهم جدا جدا انك تصور نفسك جوه تيم جوه اورجانيزيشن. بالعكس انت ممكن يجيلك اوبورتيونيتيز جوه الشغل ازاي تصور نفسك جوه الشغل بتاعك. بحب اصور لك حاجه من السيشن هقعد افيدك حاجتين. بديت ان انا اديك بعض الماركتنج اكسبريشن زي الماركتنج ميكس وبعض التعريفات الماركتنج والسيلز. وفيديتها كمان انك هاو تو امبروف يور سيلف. اكيد كلنا هنا عايزين نمبروف يور سيلف فور ذا فور ذا الحقيقه الفايده في الحاجات حتى الفايده هي فايده مضاعفه لانها فيها جزء ماركتنج تسويق بتكلم تعبيرات خاصه بالماركتنج وبستخدمها ان انا ازاي اسوقها انك تماركت يور سيلف. اوكي السيشن دي المفروض يعني تتعمل في 2 or 3 days. يعني خلينا احنا نبقى كونفرس ان 2 اورز عشان بس نوصل المعلومه وان شاء الله ممكن بعد كده نبقى لو في اريا هنبتدي نفوكس عليها زي هاو تو كوميونيكيت يور سيلف يعني ستيب باي ستيب فور ذا انترفيو. نبدا نناقش العقبات ممكن بعد كده ان شاء الله نعمل سيشن. نرجع بقى لموضوعنا هاو تو ماركت يور سيلف ان تيم اند اورجنايزيشن. اول حاجه فيري انترستنج بي سيلكتيف. يعني لو جات لك فرصه انك تختار الشغل اللي بتشتغله بي سيلكتيف. مثلا عندي مشروعين، مشروع معكوك ما فيهوش اي شو ولا اي حاجه ومشروع سهل ممكن اخلصه واخد مشروع بعده. لا اختار السهل معلش
هختار السهل واحاول اخلصه لو انا اقدر اديني اتشيفمنت او هايلايتس. لا فبي سيلكتيف يعني. انا عارف ناس كتير في التيم ده عندنا سيلكتيف يعني يخش يشوف كل المشاريع تلاقي اختار السيرفرات او التشينج اللي مش هو كده فعلا ده بيأثر على الشغل بتاعه يعني. فبي سيلكتيف لو انت تقدر تكون سيلكتيف فده اللي هو شيء كويس جدا. شو يور ايفورت ناخد بقى نتكلم عنهم تفصيل. في ناس كده تلاقي في المكتب قاعدة شغالة من 9 ل 5 ولا من 7 ل 3 وشغالين ومحدش عارف عنهم حاجة ولا هم اللي يعرفوا حتى هم بيعملوا ايه. اغزم بالاسباب طبعا ربنا عارف من كتب الله. اغزم بالاسباب يو هاف تو شو يور ايفورت يعني لازم توضح شغلك. توضح شغلك ازاي؟ ممكن تعمل برزنتيشن ليك للمانجر بتاعك شغلك والله انا عايز اوريك احنا عملنا ايه. حاول تخلي المانجر بتاعك يسوق الشغل بتاعك للتوب مانجمنت. لكن انترنال مؤسسه اه في ناس خلاص انك جوه تيم تو بي سيلكتيف تختار الشغل اللي ممكن يشو ممكن يعمل انك تعمل ايفورت انك تعمل برزنتيشن لمديرك تخلي مديرك يحاول يسوق شغلك او شغل التيم للتوب مانجمنت. الحاجه دي مهمه جدا بقى. طب يعني المره الاخرى وهي كان المدير بتاعه الوي اللي انا بشتغل بيها وفي نفس الوقت عايزنا نشتغل بالطريقه اللي هو عايزها اللي انا مش مقتنع بيها. هتيجي في الماجيك تايم تشتغل هو نوعي اوكي مبدئيا بس هي هتيجي بعد كده اوكي. اللي جاي حاجه مهمه جدا وانا بصراحه انا من الناس اللي ما كنتش باخد بالي منها وعايز اخد بالي منها. المهم ليه يا جماعه تكون اوبجيكتيف اورينتد. يعني ايه اوبجيكتيف اورينتد؟ انت عندك تاسك مشروع لازم يخلص لوحه لازم تتسلم فلان الفلاني او شخص اكس كتير عمال يجلس عليك عمال يحط اوبستكلز قدامك فتلاقي نفسك تلقائيا من فتره بدات تحبه بدات تصد تعمل ديفكت وتبدا وتنسى الشغل بتاعك. الشخص الناجح فعلا اللي يقدر يبقى اوبجيكتيف اورينتد هو عاوز يخلص المشروع ريجاردس مين بيتكلم مين بيعمل هدف ان انا اخلص. على فكره ده من الحاجات اللي بتسمع جدا مع المانجمنت ومع التوب مانجمنت الناس الاوبجيكتيف اورينتد بيبان ده اكس فلان يروح المشروع يخلص المشروع. شخص فلاني يديني مشروع وانساه مش عارف ان هو اوبجيكتيف اورينتد هو مش عارف لما يتعب مش عارف لما يخليه هيقف لما يخلص هو بس ساعتها هيقف. فيو هاف تو بي اوبجيكتيف اورينتد. حاول انك تنسى الحاجات اللي عماله تعطل شغلك وعماله توقفك وعماله تبعدك وعماله تغلس عليك وتلاقيك دخلت في خناقه جانبيه مع شخص او مع فلان الفلاني. عشان اهم حاجه تبص على الاوبجيكتيف المشروع عشان نمشي قدام نعمل ايه؟ نعمل 1 2 3 حتى اللانجوج بتاعتك مع التيم مع المانجمنت المشروع عشان نمشي قدام نعمل كذا وكذا وكذا. ما تقولش والله انا عندي مشكله مع فلان الفلاني وفلان الفلاني ضايقني وتعبني. المدير هي دوت كير اباوت يو المدير كير اباوت بروجكت بيجي يتكلم معايا تقول البروجكت عشان نمشي محتاجين نعمل 1 2 3 4 5 فتراي تو بي فعلا اوبجيكتيف اورينتد. ابعد خالص عن انك تخش في خناقه مع فلان الفلاني او تقعد تتكلم على مشاكلك. لا اتكلم على مشاكل المشروع اتكلم على عوائق المشروع اتكلم ازاي المشروع يمشي ازاي يحسن. كوميونيكيت هنتكلم عنها فيري امبورتنت. جيم باور لازم تاخد باور او يكون عندك باور. انا هنتكلم بقى عن باور دلوقتي. حد يقدر يقول لي ايه انواع الباور اللي ممكن اخدها في الشغل؟ ايه الباور اللي ممكن اخدها في الشغل؟ امثله من امثله الباور حد عارف؟ الفلوس الوظيفه يعني هو مسؤول ممتاز التايتل البوزيشن اللي الشركه بتاعتك فيه ده هو الباور صح؟ اكسبرت ممتاز انفلونس تاثير ليدر شيب تشيفر تحمل ممتاز يعني قوة تحمل بس لا باور يعني عامل باور كوتشي نون باور سيلف اتشيفمنت ممتاز بس الباور هنا هي ذا باور از ليدرز بوتنشال انفلونس اوفر فيلو ازاي ان انا اقدر اثر في الناس اللي ايه اللي ورايا عشان اثر فيهم عندي حاجتين يا اما اكون بوزيشن باور انا كده كده مدير وكده كده رئيس الشركه حاطط لي البوزيشن دوت فانا بقصر فيهم ده بيسموه بوزيشن باور او لوك ات ميد باور خلاص ده ليه علاقه بالتشين في الوظائف ده انت مالكش دخل فيه حطيت مدير فانت بقى ليك اوثورتي باور خلاص. الحاجه الثانيه اللي احنا عايزين نتكلم فيها اسمها بيرسونال باور. ايه انواع البيرسونال باور؟ اول نوع اسمه ريورد باور. الريورد باور الريورد باور انك تستخدم لو انت مدير عشان تقدر تعمل باور على الناس استخدم الريورد. طبعا ما اعرفش هل هنا معانا مانجرز موجودين؟ في مانجرز هنا؟ مانجر كويس ان شاء الله جايين مانجرز فور ذا فيوتشر. لو انت ليدر او مانجر تقدر تستخدم باور انك تاثر على الناس انك اول حاجه من الباور بتاعت الريورد تهاد وتحدي. الريورد بتشيل الاوبستكلز والعوائق والعوائق بين الناس.
انا في حاجات والله مشاكل كبيره خلصت بكافي. يعني قلت له تعالى ننزل نشرب كافي في كوستا تحت ولا لطيف عندنا يعني اسم بننزل نشرب كافي وخلاص المشكله اتحلت. الناس يعني هي بطبعها بتميل الحلول الناس السويه اوكي بتميل الحلول. فالريورد من ضمن الباور اللي ممكن انك 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 تستخدمها خلاص ممكن تستخدمها كمانجر مع الامبلويز اللي عملوا جود جوب خلاص ممكن تعمل هديه تخليهم مور انسنتيف وتحط لهم جوائز. بعض التيمز بتعمل مثلا ذا تيم اوف ذا مانث مثلا موظف الشهر او موظف الاسبوع. لو ما عندكش كده في الشركه ممكن تقول للمديرك اقترح اكشن شجعنا انك تعمل مثلا بيننا مثلا كومبيتيشن احسن موظف وهي بسيطه صغيره بس تعبر عن الاتشيفمنت بتاع فكره اصلا جدا وبيدي باور جدا جدا. اوكي كريسي باور هي باور القهر. اكشلي باور القهر دي ان هو كمانجر او كمديفر عنده اوثوريتي ان هو يطلب منك حاجات ويخليك تعملها بالعافيه بالاجبار ودي طبعا موجوده وعانينا منها خلاص. فهو بيسمي البريشر ويخليك تعمل حاجه المفروض تخلص مثلا في يومين يقول لك خلصها النهارده خمس ساعات كل ايه خلصانه لو ما خلصتهاش يبقى في مشكله عليك. فده محتاج تحت تعمل ايه بريشر خلاص. تستخدم لو في مشاكل في الانضباط فلازم تحطها. يعني لو مفيش انضباط في التيم ناس بتتاخر لو انا قاعد اتاخر على ميعاده مثلا اكتر من نص ساعه هنعمل بنالتي كذا دوت ساعات تقدروا فيها. لكن الاستخدام الزايد ليها على فكره بيخلي الموظفين يعني عندهم دي حساسيه من الشغل اوكي. فدي احد انواع الضغط. ريفرنت باور هي الراحه النفسيه انك تبقى وسط التيم معروف ان الناس بتستريح لك الناس عندك جود ريليشن شيب معاها تحس كده ان في ناس في التيم بتحب تروح تكلمها تثق فيها بتدي من نصائح. كان ايمن في مصر عملت حاجه زي كده كان في اللي هو البروجكت مانجر وفي اللي هو البيبل مانجر اوكي هو ده تروح تشتكي له صحنا وده تروح تاكل على بالظبط كده. بس احنا بقى مش عايزين نعمل زي مع اي بي ام انت نفسك جوه التيم صح كده في ناس في التيم كده الناس كلها بتروح تتكلم معايا وتاخد رايها وتثق فيه. فالريفرنت باور مهمه جدا هي بتعكس قد ايه في رياليتي اوف فريندشيب للشخص دوت. دايما ما تنفعش الناس فيك لا تنفهم كل هاي لين قبل الناس دايما بابتسامه باور ويت اسمع من الناس فده بيعلي الباور دي بتخلي عند الناس حماس وقوه. الباور الثانيه مهمه جدا هي اكسبرت باور. لكن واحد في التيم هو اكسبرت عنده كومبيتيتيف ادفانتج احنا او الديفرنشيت احنا قلنا عنه في الاول واخد شهادات الدنيا كلها وهو شاطر وعنده اكسبيرينس فده انجل باور. الناس ترجع له الناس تروح له تساله عايز تقعد يعني بعد ما خلاص السيشن النهارده اقول الاريا بتاعتي I need to be the expert in the area عايز ابقى الناس اللي هي الناس ترجع لي في شهادات ما حدش في المفروض علم اقرا عنه. فالاكسبورت الاكسبرت باور مهمه جدا هي بيست ونستخدمها كتير في راشنال برسويجن لما نكون في مشاكل وعاوزين نقنع اللي قدامنا بالحل بجيب الاكسبرت معايا. اولا كنت اكسبرت بقول والله اقول والله ده التي ام فورم بيقول كذا وكذا وكذا. تيم فورم دوت احد البروسيس حد اسمه عن تيم فورم يعني احد الاورجنايزيشنز حاطط البروسيس للتليجرام فبقول للتيم فورم اعطيني اسمك فيها اكسبيرينس باور معايا. فالاكسبرت باور مهم جدا لما تكون بتبني حد او في مشكله معاه. خلاص طبعا بيشتغل اكسبرتيز والمانجرز بيفضلوا الاكسبرتيز اللي عندهم الباور دوت. ازاي انكريز الاكسبرت باور؟ اخد تريننج اتند ميتنج ريد بابليكيشن اعرف كتب واعرف منتديات رايت ارتكلز اللي كنت عامله في لينكد ان اتبرع ان انا اتعلم حاجات واعلم حاجات وهكذا. يعني ايه اتند ميتنج؟ يعني مثلا عرفت والله ان في النهارده ميتنج كوميتي مثلا بتتكلم على حاجه معينه وانا عندي وقت ساعه فاضيه لا اوحد احضر الكوميتي ديت. عرفت مثلا ان في مثلا في كامبس عاملين شركه مثلا تيرا داتا عامله مثلا كونفرنس وبتدعو مثلا انها بتاع تكنولوجيا جديده اروح اخد من ده يعلي نعم الابديت والريليشن شيب بالظبط واعمل ريليشن شيب. بس انا بتكلم على الاكسبرت باور انا استخدمت ميتنج انك تحضر اجتماعات تحضر كونفرنس تحضر وات ايفر. اللي بعدها الانفورميشن باور. في ناس عندها ضعف في الشركه عشان عندهم المعلومات عارف كل حاجه يعني تلاقي عارف مين مدير مين المدير مين ضعف في عمل ايه عارف معلومات عن الداتا اللي جوه الشركه ماشيه فين رايحه فين. فدي اسمها انفورميشن باور. الراجل دوت عارف معلومات كتيره جدا اكتر من اي حد يعرفها يعني فهو الناس بتجعله عشان هو دوت يعني كان عندنا صديقنا
بس كتير مدير مشكله انك تبدا من ايه مع مين بالظبط صح كده في الاورجانيزيشنز صح بتاعته مين اللي عنده صح يعني. صح صح بالظبط حاجه كده زي مثلا اس تي سي بس توصل لشخص اللي هي مدينه كبيره مليانه مباني واشخاص كده فتلاقي واحد عنده الحمد لله انفورميشن ده راجل خبير وقديم فعنده الانفورميشن بقى شبه كده ايه عنده ليشن انت ممكن انت عارف معلومه عن نفسك تعرفها منه صح 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 شكل حاره صح تصريح بابا الناس دي مصر يعني اسمه عبد الله عنده برضه الكابابيلتي دي يعني ما شاء الله كنت اساله في اي حاجه يرد عليا ويعرف يقول لي اعمل كذا اعمل كذا يعني فالانفورميشن طبعا مهم جدا لو انت عندك او تقدر تسيبها خلاص بتتكلم كتير في الاقناع ازاي تنفيز انفورميشن باور have the information flow through you يعني لو قدرت تخلي الانفورميشن تعدي من خلالك يعني بمعنى اخر او بشكل اخر قلت والله بعد كده مفيش المشاريع اللي بتصير ابروفل عايز معنى في الابروفل سايكل بتاعت المشاريع فبتدي اي مشروع هيجي هيعدي عليك او مثلا لو في فيزابيلتي في الاول تعدي من خلالك فانت تعرف كل المشاريع اللي بتيجي الاريا فبشكل او باخر تحاول تخلي المعلومات تعدي من خلالك know what is going in your organization اعرف ايه اللي بيدور حواليك مثلا في transformation project في x project y project تعرف ايه اللي بيتم حواليك قاعد وشغال اعرف دايما الساتلايت في الشركه اللي ايه حواليك develop network information sources تعرف مصدر لكل المعلومات اوكي طبعا لو انت اشتغلت في كوميتي انضم دايما لاي كوميتي الكوميتيز تبقى مثلا لو نعمل كوميتي عشان تستوعب الواحد انت كل الكوميتيز دي بتبقى مصدر المعلومات بتعرف المشاريع او ايه الريسكس اللي بتمر بيها الشركه او ايه اللي بيحصل فيها اوكي كونكشن باور هو اللي كان بيتكلم عليه الشباب هنا ان يبقى عندك نتورك قويه جدا وده من اهم الحاجات اللي هي بتلت باور انك تبني النتورك بتاعتك وده استخدمها استخدامات كتير جدا ممكن استخدمها انك تشوف شغل جديد في تيم جديد عشان عندك كونكشن اشتغلت مع فلان فلان تعرف فلان فلان فمهم جدا الكونكشن باور كان يهم لي تجيب ريسورسز ازاي تجيب الكونكشن باور انك ممكن تزود النتورك بتاعتك إذا مانجر أو بير تو بير إكسبرت تشوف الإكسبرت مثلا اللي في الأريا الثانية اللي أنت اشتغلت فيها تبدأ تبص عليها وتشوف يعملوا إيه فدي اللي هي الكونكشن باور خلاص جيت بيبول تو نو يور نيم مهم جدا تخلي الناس تعرف اسمك يعني لما تخش ميتنج أعرف نفسك أنا محمد الفولي فروم مثلا تيم كذا 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 عشان بعد كده لما يقولوا والله إحنا قابلنا محمد محمد الفولي يبدأ اسمك يتكرر فده هو من ضمن الإيه النتورك هاف أكومبلشمنت تو بي نون طيب الموضوع اللي كان فيه ده كده خلاص الباور يبقى قلنا الباور انواعها كتير ممكن تبقى اكسبرت باور ممكن تبقى انفورميشن باور ممكن تبقى باور خاصه بالفريق ممكن وات ايفر انواع كتير من الباور تبدا انت تشتغل تشوف ايه الباور اللي ممكن تقدر تعملها بيه هو اكسبرت في تو فاكتور ثيوري التو فاكتور ثيوري اللي عملها واحد اسمه هيزنبرج الراجل دوت بيقول لكم ان في تو فاكتورز بيأثروا على كل موظف التو فاكتورز دول في فاكتور بيسموها المين فاكتور او الفاكتورز العاديه في فاكتور اسمها موتيفيتور فاكتور اتفاجئوا ان هم لقوا ان السلف احنا بناخد كل شهر از نوت ا موتيفيتور فاكتور ده من ضمن الفاكتورز الاساسيه هنا بيقول لكم ايه عندي نوعين من الفاكتور فاكتور اسمها موتيفيتور فاكتور فاكتور اسمها مينتنس فاكتور بيقول لك المينتنس فاكتور دي الفاكتور الاساسيه الموظف بياخدها كل شهر او المميزات الموجوده دي مش بتعمل موتيفيشن لكن لو شلتها تزعل يعني لو شلت السلاري زعلت لكن وجود السلاري في حد ذاته از نوت ا موتيفيتور يعني هو مش بيحمس ولا حاجه خلاص ان الواحد يقول لك خلاص انا فاهم باخد السلاري احنا هنروح كل شهر طب ايه هم بقى المينتنس يعني امثله ليها امثله ليها البيمنت السلاري جوب سكيورتي الوركينج كونديشن انا عارف في رولز في الشركه حاجات زي دي كلها از نوت ا موتيفيتور دي كلها حاجات لو اتشالت تزعلني لكن هي في حد ذاتها مش تخليني اقعد في الشركه مش تخليني يعني ابقى حابب اكمل او ما اكملش او كده خلاص امال ايه بقى الموتيفيتور فاكتور اتشيفمنت الموتيفيتور فاكتور ريكوجنيشن ان درايف اسمك انك عملت مشروع فين في نادي تكرر ده هو الموتيفيتور تشالنج خلاص ادفانسمنت انك تترقى كل ده وانت بتقول ايه موتيفيتور ليك فمهم جدا ان لو انت مدير تبص على حاجه ليها شوف موتيفيتور لان في مديرين للاسف لو الموظف بياخد السلاري قبل كل شهر خلاص ولا في ريكوجنيشن ولا في اتشيفمنت ولا في اساينمنت ولا في تحدي ولا تشالنجز هتلاقي الموتيفيشن في التيم قل لو عايز الموتيفيشن يعلى ابدا اعمل لهم تشالنج ابدا اعمل لهم ريكوجنيشن مش عارف كم بيكون بكلمه ممكن تقعد كده وسط التيم والله النهارده هنشكر مثلا محمد مثلا خالد ان هو عمل مشروع كذا 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 ممكن يكون بايميل ممكن يكون انا نفسي المدير بتاعي مع الموتيفيتور جاب لي جوجل كروم عملت مشروع جاب لي جوجل كروم هديه حطها على المكتب جيت الصبح في يوم لقيت شهادة التقدير هو طابعها على البرنتر عنده وحاطط جوجل
اكون جمعت هديه وشكرا يا محمد. فيري موتيفيتد يعني عملت لي موتيفيشن غير سبب يعني انا برده معلش موتيفيشن ده مهم طبعا ربنا يعني يزورنا، لكن اللي بتكلم فيه اللي هو هيبقى حاجه عاديه دلوقتي. اوكي طيب، كم واحد استخدم عمدي مش بيحبه؟ اللي هما واحد 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 ده ولا مهتم بالناس ولا مهتم بالشغل، ده يسموه poor leader. يعني ده ولا مهتم بالشغل بالبرودكشن ولا مهتم بالناس، واحد واحد هنا واحد واحد اللي هو هنا. اوكي، وفي واحد تاني authority compliance اللي هو 9-1. authority compliance همه شغل خلاص، ظروفك انت مع نفسك، مراتك بتولد، لا في بروجكت خلصه، ده بيكونسرن بال برودكشن. اوكي، بيسموه authority compliance. عندناش إنسانية. إيه ما فيش إنسانية خالص. ناس خالص على فكرة ما دي قبل كده. كان جنازة يعني عندي جنازة ولازم أحضرها لوالد واحد صاحبي، لا ما بنزلش. خليك قاعد. صورش قد إيه ده اللي بيأثر عليك أنت نفسيا. أنت حتى مش صحاب بيه ولا صحاب الشغل بعد كده. فـ don't be this authority leader. في country club leader اللي هو 1-9. 1-9 دوت هو بيثبت الناس. بس ما فيش برودكشن. ده بيسموه country club. country club يعني عامل الشغل نادي. كل يوم افراح في الاريا وضحك ومزار، مفيش برودكشن. اوكي، في بقى اللي هو الميدل اوف ذا رود، ده شويه برودكشن شويه ناس. وفي اللي هو 9-9 دوت اللي هو ده التيم ده فعلا اللي هو بيهتم بالناس وبيهتم بالشغل وده مهم جدا. باي ذا واي، حد يعرف ستيف جوبز بيقع في انهي اريا هنا؟ 9-9 انا جديد قريت عنه انه كان رجل قاسي جدا ويشوف حياته فيه. سيف جوبز على فكره باي ذا واي كان 9-9 جميل. تخيلوا سيف جوبز اللي هو عمل ابل كان جدا منيح للبرودكشن للشغل للانتاج. هو كان 9-1 بس مش للناس، وعشان كده كان 5-5. وفي حاجات كتير عن ستيف جوبز ممكن اقول لكم عليها بس دلوقتي. اوكي، ليدر باس مانجر. ليدر باس مانجمنت ده مقارنه سريعه كده. الليدر دايما بيبص على الفيجن والاستراتيجي، المانجر بيبص على البوليسز والبروسيجرز. يقول لك انت عندك كام يوم اجازه، عندك دايما بيبص على البوليسز والايه والبروسيجر. الليدر بيكاونت الفاليو، بي كريت الفاليو. الليدر بيكريت الفاليو، المانجر بيكاونت الفاليو. خلصنا كام تشينج، عملنا كام بتاع، لكن الليدر بيكريت الفاليو. الليدر بينفلونس اند انسباير، بيحاول ياثر على الناس بيخليها تتشجع. لكن المانجر بيستخدم الباور والكنترول. هافينج فولورز الليدر، المانجر عنده هاف سب اورديتس، عنده ناس شغالين تحت رئاسته. الليدر بيليد البيبل، المانجر بيمانج البيبل. فوكسد هنا الورك فوكسد، يعني الليدر هو بيبل فوكسد، المانجر ورك فوكسد، وهكذا. مش هنمشي فيها ان شاء الله تكون موجوده عندكم. فمهم جدا ان احنا نكون ليدرز ونخلي بالنا برضه من الشغل نكون 9-9. في اي سؤال لحد كده؟ اتفضل. من الاستاذ اللي كان بيقول كده اللي هو انواع المديرين اللي هي 9-1 اللي هو 1-1 هو المهتم كده وكده. طب انت هتبقى فاقد كل الامكانيات، او ان انت مثلا عملت شغلك مش هيبان، او حاولت تطور وهو مش هيساعدك تطور كده. طب هتبقى تتصرف معاه ازاي؟ الحل الوحيد انك تقتله. لا لا هو لو ما كنتش دوت على فكره حله انك تبدا انك تنهانس فيه ان هو يطلع شويه. يعني مثلا تيجي تقول له والله احنا عندنا مشروع فلان فلان، ايه رايك لو احنا نعرضه على الابر مانجمنت؟ واحنا على فكره الراجل ده فيري ليك لان هو لا مهتم بالناس ولا بالشغل. فسهل جدا انك تكاتش المانجر بتاعه، سهل جدا انك تكاتش مديره، وانك تبقى من ضمن اللاير الايه؟ الاعلى. عقليته او تيده بالظبط، او تيده شخصيا.
فالاحسن انك تحاول تطوره. يعني في اوقات كتير احنا محتاجين نقعد مع المانجر بتاعنا نكلمه على اللي بيحصل حوالينا واللي احنا اتعلمناه وان في كريدت كذا وبتدي تطلع فوق شويه نكون حتى 5-5 مش حتى 9-9. طب ايه رايك نعمل برزنتيشن النهارده للدايركتور او للجي ام نعرض شغلنا عشان نبين شغلنا كده تبدا تطور فيه. مفيش منه فايده خلاص تبدا تفيده انك تحاول انك تطلع شغل للمانجر بتاعك. هو طبعا مش هيزعل ان هو ولا مهتم بالشغل ولا بالبيبي. اوكي بالظبط تاخد هو اصلا ضايع لما تيجي تاخد خطوه هل تسيب يعني اساسيه بينه وبين البيبي تيم يعني ممكن تفهم بشكل خاطئ. لا بالعكس بالعكس انت بالعكس ما تقولش على التيم بتاعنا زي ما احنا كده كده المانجر بتاعنا ضايع فتعالوا احنا نعمل كذا وكذا. باي ذا واي دونت مهم جدا ودي هقول كده قصه ظريفه. ما تحاولش ابدا انك تتكلم عن مديرك بشكل وحش. ما تحاولش انك تشتكي مديرك لمدير مديرك. اللي حصل كان مدينا الكورس في الليدرشيب في الام بي اي ارجن سويسري كان شغال في اتش اس بي سي جي ام حاجه كبيره جدا. وبعدين هو شغال لقى مديرته بتعوق جامد الدنيا بتبوظ وبتعمل شغل مش كويس ففكر يشتكي للفي بي بتاعهم في امريكا يبعت له يقول له عندنا مشكله دي غلط بقى ايه بقى اللي حصل. فقال له انا عاوز اتكلم معاك في شويه يعني واحد بيقولها بذكاء انهانسمنت وكده. فقال له تعالى سافر له امريكا قعد معاه الراجل الفي بي دوت كان سعيد جدا بصاحبنا دوت الجي ام وسمع منه كويس وانا اللي بشتكي في فلانه الفلانيه مديرتي عندها مشاكل في كذا وكذا وكذا سمع منه كان فرحان جدا ان هو يعني بينهات الكلام دوت بيحب الشغل معاه. بس بعدها بشهر واحد الفي بي دوت سافر لهم وطبعا قبل ما يسافر لهم صاحبنا ده كان عارف ان هو على علاقه غير شرعيه بالمديره دي. فطبعا سافر له قعد معاه قال له الدنيا هامه طبعا انك يعني بتتكلم وبتعرف تنسى الشغل بس من واضح انك ما عندكش قدره انك تشتغل تحت مانجرز وتتعامل معاهم فاعطالك شوف شركه ثانيه افضل واترفض. حتى بيقول روحت مراتي قالت لي انت احمق يعني انت غبي حد يعمل كده حد يعمل كده. فدايما دونت يعني يعني بتعديك دايما مدير مديرك حاول انك تمانج المدير بتاعك بشكل افضل. اه في علاقه بينهم شرعيه غير شرعيه. اه دي مشكله يعني 9.1 يعني احنا بسيط عن كل واحد بس انه كيف التعامل معه. اه يعني مثلا 1.1 انت تحت عاليه جدا فهاف تفولو وحاول تطلع من التيم دوت او من المانجر دوت انه ملوش حل هو ما قدرش اورينتد لان هو اساسا هيجيب لك اكتئاب لان هو اساسا مهتم بالشغل مش مهتم بالبشر. فهو ما يمشي اما تسعه مكتوب في فيري افضل الون لاين دوت الكلاب حلو انك طبعا تشتغل مالكش دعوه بالناس اللي شغال دوت تجيب في شغلك لان في الاخر حاسب على الشغل دوت 5-5 اتس كويس ممكن يطلع فوق 9-9 دوت ذا بيست. هو مهتم بالناس اللي شغال 9-1 هي تجربه شخصيه معاه تحاول توصل له ان انت الضغط عليك مش هيوصلك لحاجه يعني الاستشاره هتقل كويس هو هيحاول انه يشوف معاك طريقه معاك المشكله صح معاك في الحته دي وده فكره كويسه بيحاول بينه انك البريشر مش بيجي معاك ايه نتيجه بس هو مشكلته ان هو مش بيحب الانسانيه خالص. يعني لو عندك اي ظرف حلو ولا وحش ولا هو حاسس ليه دعوه بالشغل خلصنا كده وعملنا كده الفتره دي. هي من برضه ساعه ما بتمشيش كده انا احكي موقف انا شفته بنفسي. كان واحد مراته بتولد يعني فمديره قال له تعالى في شغل كان يوم جمعه قال له لا انا معاك في المستشفى. قال له هو انت بتولد ولا هي؟ قال له كده كده فما فيش يجي تلمناش فمش شرط ان انت يعني حتى لو انت وصلت انت مش هتقبل الضغط ومش جاي لا لا مش شرط ان يجيب معايا يعني مش شرط ترفض ان انت تيجي وتشتغل وما تعملش حاجه ففي النهايه بس لو عارف مش عارف مش هيحس ان هو رضا على كل هو صعب جدا ان هو رضا على مش مخلصه من الوقت. طيب تكمل بقى ايوه والله الانجليزي مش كده لا الانجليزي الانجليزي بياخد حقك ويديك حقك بس حقك دي حقك الكتاب ده يديك حقك ما عندوش ابدا مش بيبص للناس خالص. على فكره ممكن الضغط على فكره تاثر على البرودكشن. على فكره في احصائيه قالت ان بشهر 9-1 في الاخر البرودكشن بتاعه بيوصل ان هو يقل انه بيفقد الناس التيرن اوفر عنده عالي والاكسبيرينس مش بارد يعني حتى هو مش ناجح. هو يبان لك ان هو ناجح بس في الاخر مثلا ستيف جوبز يبان ان هو ناجح جدا بس شوف الشركات اللي في تايوان وفي كوريا الناس شغاله فيها شغالين 23 ساعه ما حدش حاطط يصنعهم والمولبات بتاعتنا الناس ابتدت تنتحر عشان الوقف الامتحان دوت عملوا ايه؟ مضوا على عقد ان هم يبطلوا يمتحنوا ما حدش يمتحن.
فده يحطوا شبكة. لو شفتوا في بعض الفيديوهات يحطوا شبكة على المصانع المصنع على الايفون عشان لما حد يحاول يمدحها يقع في الشبكة دي. فتخيل ده حقيقة كده ممكن اجيب صور على الكلام ده. فستيف جوبز لو ناجح له عنده مشاكل في حاجات كتير جدا. ولما كلموه مش مثلا قال ان هو مثلا بالنسبه فقال احنا حاطين حمامات سباحه في الاماكن ديت وفي نوادي واماكن كويسه بس احنا شغال تقريبا بس تكلموا هو بيشتغلوا اوقات توصل 20 ساعه واكتر من كده عشان خاطر يعني يجيبوا فلوس واحد 4 ساعات عشان ينام غير حمام السباحه ولا مش عارف ايه الحاجات دي. فان شاء الله مره ثانيه هنتكلم عن الموضوع بتاع ستيف جوبز دوت واديكم كيس ثاني عن ان شاء الله. طيب نكمل كلامنا على الكوميونيكيشن. ما احلى الكوميونيكيشن. شو الإفرت إحنا قلنا إحنا نوع هو البرزنتيشن دي إيزي ستور. شو الإفرت إنك تبعت ميل شكر لنفسك شكر للناس اللي شغلوا في المشروع دوت أنت في الآخر بتشكرهم بس بيبين والشكر دوت ما نشكر الناس ما نشكر لا فكرة بيبين الشغل اللي اتعمل أوقات كتير في مشاكل كتير بتمر إما عند ثانكس ميل لكل التيم اللي اشتغل وقول في الأتشيفمنت اللي حصلت وإحنا عملنا هنعمل كذا. اعمل برزنتيشن خبط على مديرك يومين ثلاثه اقول له انا كان عندي مشروع كذا وعملت كذا بس بعرف حضرتك ان احنا وصلنا لكذا وبعد شويه هنعمل كذا. لكن اكتوبر في مكتبك ما حدش عايز يقول لك حاجه وتشتغل كده اتس نوت انف. اوكي الكوميونيكيشن بقى مهم جدا. الكوميونيكيشن اهم حاجه يو هاف تو بي بوزيتيف. بلاش كده لو حد يكلمك رد عليه حد يبعت لك ايميل ما تاخرش رد ودايما ردك يكون ايجابي يعني ما يكونش رد اجريسيف ولا سلبي ولا مثلا تيجي مثال واحد بيكتسب السكرتيره بتاعت الفيديو فالفيديو مش موجود ممكن ترد عليه يس هاي يو ويلكم اهلا وسهلا بيك لا والله يا ابو محمد مش موجود يقول لي مين هو هتقول له مش موجود دلوقتي بصيت بيه وقت الانتاج وتقفل السكر. ف تو ويز بيديك امبريشن عن الناس وتقدر تبني انت الشخص ده والله ده فيري باد امبريشن. فدايما بي بوزيتيف دايما دي بوستر في الكوميونيكيشن بتاعك. على فكره الكوميونيكيشن ده على فكره بيضيع وظايف كتير جدا للناس. كنت لسه عامل انترفيو لشغل الشباب من فتره وكان خلاص على درجه فمديري قال لي لا مستنى غالبا الولد ده اتعاملت معاه في مره في ميتنج وكان رده اجريسيف لا بلاش يبقى صعب. شوف مره واحده اتعامل مع شخص ما كانش عارف انه ممكن يبقى في انترفيو. فدايما بي بوستر حتى بي بوستر حتى لينكدين يعني انت مسؤول في الفريق كده ايه صدق دايما بي بوستر ما تبقاش دايما اجريسيف بس لما افنيت عشان تكوميونيكيت يو هاف تو بلان يور مسج. انت لازم تتكلم مديرك في موضوع مهم جدا ما تخبطوش تخبط في مسج بقى داخل لا قبل ما تخش بلان المسج بتاعتك خلاص وات از ذا جول اوف ذا مسج ايه هدف المسج ديت هو شود بي ذا ريسيفر الناس اللي تبعت ايميلات لكل الناس خلي الايميل عندك بتاعك عنده كواليتي شويه قبل ما تبعت ايميل للناس شوف مين المفروض الايميل ده تروح لهم مين المفروض يبقى في التو مين المفروض يبقى في السي سي تلاقي واحد ريباي تقول خبط الايميل في 50 واحد وتلاقي مديرك جاي لك ولا انت ليك علاقه بيه وتلاقي الميل بوكس بتزيد وانت بتقرا يعني ليه؟ لا فدايما هو شود ريسيف ذا مسج. لو انا هعمل مسج معينه سواء فيربال او حاجه مين اللي هعمل؟ هاو يو ويل ديليفر ذا مسج؟ هل ابعت ايميل؟ هل اعمل يعني ايه الطريقه اللي انا هبعت بيها المسج؟ ومين اللي ويل؟ المهم جدا تعرف امتى وايه المكان اللي تقدر تدي فيه المسج بتاعتك. مثلا عايز تاخد تكلم جاك فريز ما تجيش من حد صوته تبريز الحد الصبح ده اساسا يعني اثبته نظريا انه اصعب وقت تكون فيه حاجه ممكن او من اي حد عم بيقول اليوم ده اوله اول اسبوع ناس راجعه من اجازه حاسه انها ما خدتش اجازه فهم طبعاً تنشن وداخلين في يوم الشغل يقول لك احسن وقت تاخد فيه حاجه مديرك هو اخر يوم قبل اجازه طويله مثلا اجازه عيد الاضحى جايه والوقفه بقى ومعرفات والناس مستعجله قبلها قبل يوم الاجازه واخر يوم خالص تكلمه والله يقول له والله كذا كذا وكذا وكذا تلاقيه طيب دخيل وايام بركه بقى ده المفروض ارد على الايميل بمكالمه قبل لو الموضوع فيه ديسكشن بلاش ديسكشن على الايميل. ايميلز از اونلي شود بي يعني اونلي فور ذا كونفرميشن ان انا كونفيرم ان احنا وصلنا لحاجه معينه. في ناس تقعد بتتشات على الايميل لا ده مش كده ايه تاسك كونفيرم يعني بعد ما اتناقشنا عملنا ميتنج على فكره مش انا استخدم الايميل كده ممكن بقى اعمل ميتنج على فكره فيس تو فيس على فكره
بس صح فكره يحل مشاكل كتير جدا. ان انا قابل واحد بكلمه انه يحس بالبادي لانجوج بتاعته بكلامي احسن انا ابعت له ايميل او انا اكلمه. على فكره قوم من مكتبك، انا عايزك تعمل كده، خلي الناس تشوفك، ابدا اتكلم، تعامل مع الناس، بلاش كل حاجه اصلا حاجه فاتح الكمبيوتر لاب توب وبعت ايميل. انا في ناس يعني من كتر بلادها يعني اجريسف وحشه، بره انا اشوفها مش هشوف من كتر بلادها يعني. لا خلاص، لا انت وري الناس شكلك كده، اتعامل، عرف الناس بيك. يعني صايدين الناس زي ما عم تفضل انه خلص الايميل هي الوسيله الاتصال الوحيده. ارجع لفيس تو فيس. صح. لك ابدا كانه يمكن بخاف المواجهه، بخاف الصراحه. بالعكس بالعكس، المواجهه فيها ريكوجنيشن اكثر، بيعرف مراتك، بيعرف اسمك، بيعرف حد. ممكن تحل مشاكل كثير اكثر. بتحل مشاكل اصلا، بالعكس هي فعلا بتحل مشاكل كثير. فدايما انا حتى بقول للناس اللي معايا واللي انا بشتغل معاهم، قوم من مكتبك، اتحرك، قابل الناس، كوميونيكيت. تجي تسأل واحد يقول لك فبعت لك ايميل. صح. مش مرات رحت ثلاث واحد حكيت معي وقلت له لا خلص انه كان بعت ايميل كانه قد ما لا انا عايز اعمل الكالتشر دي. قول له بعت لي ايميل بس انا حابب اشوفك، زي ما حابب اشوفك على الايميل اللي انت بعته. انت قلت لي في كذا وكذا بس ممكن اعمل كذا وكذا. فبليز دونت ديسكاس في الايميل. وميل از اونلي فور كونفرميشن، ميل از فور ميتنج، ثبت حاجه على حد، لكن ما اقعدش اعمل شاتنج جوه الايميل. ممكن يا باشمهندس الايميل محطوط في سي سي للمانجر. على فكره كلمه واتناقش معاه، ولما تكونفيرم ابعت، لازم تبعت في الاخر عشان في مانجر بس ما تقعدش تشيل بقى والمانجرز موجودين. انا كنت في ميتنج في الفي بي سوري الجي ام، كان بيقول الملحوظه ديت اللي هو عاوز بقى في الايميلات في الشركه لسه من الايميلات غلط، لازم كوميونيكيت لما تتوافق في الاخر كونفيرم يا جماعه از بير اجريد احنا على كذا وكذا وكذا هو ده غلط. فبيجي يا معلم حاول ان احنا نستخدم الوسائل الايه المناسبه. Check the receiver understanding. ساعات بنعمل مسج وناس بتفهمها غلط. لازم تكلمه تقول له انت اللي وصلك دوت صح؟ هل انت فهمت انا قصدي ايه؟ فمهم جدا انك تشيك ريسيفر understanding. ساعات لسه الصوت ده فاهم من كلمه او اكسبريشن، خاصه مع اختلاف الثقافات بعد كلمات بيبقى في اختلافات في الثقافات مختلفه ممكن تفهم غلط. مره كنت بكلم واحد وبعت لي ايميل كانت كلمه بالانجليزي مش فاكرها، زعلت جدا. قال لي معناها ان انا اديني طالب عندك ولا حاجه، فاعتذرت له طبعا انا ما كانش قصدي، قلت له خطا مني ولا حاجه. المهم كده ان انا اتشيك الاندرستاندنج والمعنى اللي انا وصلت له. We have to be on the same page. اوكي؟ جيت الكوميتمنت الفولو اب. مهم جدا ان احنا الكوميونيكيشن تبقى كوميتمنت. طيب في زياده في السلاري؟ امتى في زياده؟ يعني انت قلت لي مفيش زياده والرساله وصلت، طب هتديك امتى؟ لازم تعمل فولو اب على المانجر او الوات ايفر اللي انت بتتكلم معايا لو انت محتاج تعمل فولو اب. اوكي؟ الكوميونيكيشن مش بس تبعت، في ليسننج، انك لازم تسمع كويس. Don't turn out. يعني ما تقطعش اللي بيتكلم. انا بحب كده اتكلم مع حد في التيم شو اسمه عشان تزكي اسمه اكس، لان كل ما اقعد اتكلم معاه بيقعد يسمعني كويس ويهز راسه كده. فتحب تكونيكيت معاه. His body language very well. هندي؟ اه هندي. لا بس مش عامل كده، لا بيهز. لا اسمع كلام كويس. خلاص don't think and reply. Just listen. اسمع، ما تفكر انت قدامك تقول ايه. اسمع المثال ده ما تفيدك، ممكن تغير رايك. فيبي يعني بي لا يكون اوبن. بس احيانا في حد بيتكلم يعني اوف كونتكست، يعني بيتكلم انت بتضطر ان انت بس ما تقطعش الجمله، يعني لو تقطع خليه يخلص باراجراف معين ولسه قايل لك قول له معلش. لكن في ناس وانت بتتكلم توب توب لا لازم تقطع حد بيتكلم، يعني دوت اتفضل. الحاجه دي في حقيقه علميه دي. الرجال الذكور يعني بيشتغل بس فص واحد من المخ وهو بيسمع. لما انت بترد عليه وهو بيتكلم او انت بتقطعه بيسمع ما بيتشوش وما بيعرفش يكلم. بعكس الستات حريم مش الفصين بيشتغل بس فهي بتقدر تسمع وتحلل وترد عليه في نفس اللحظه. عشان كده اغلب المشاكل سواء الزوجيه العائليه اللي فيها حريم عموما بترجع لان هو ما هي ما بتسمعلوش للاخر. تمام. وهو لما بتقطع بيقطع الكلام ما بعرفش يكمل. فبيحس ان هو اوت اوف سكوب. بقى
هي المشكله المشكله لو في كوم في السنتين وده واحد يعني كل واحد عنده ايديا وعنده الفكره بتاعته تبقى المشكله هو بيسمع عشان يرد عشان يسبورت لايك صح مش عايز يوصل لاخر الكومن اللي صح عشان كده في هو بس بيلسن عشان هيرد ازاي عشان اتفق مع يسبورت الايديا بتاعته بالطريقه الحريمه في الصراحه لكن بالطريقه الرجالي انك تسيبه للاخر هو واحد بيسمع بس بيسمع عشان مش يفهم وفي الاخر نوصل ل صح عشان كومن انا بتكلم عن الناس اللي حاجه مهمه جدا هاف تو بي اوبن مش تسمع عشان خاطر النقطه انك جاست باي جاست اسمع فعلا ممكن يكون الكلام بيغير واتشنج نون فيربال كوز يعني لو اللي قدامك ابتدى يعمل بعض التعبيرات اللي ممكن تعرف انها مثلا لو انا بدي سيشن والناس ابتدت تبص في السقف تعد عدد النقط ولا تعمل اعرف الناس اللي هي فصلت كده خلاص لازم ادي بريك لازم مش هقدر نكمل خلاص فدايما وانت بتلسن خلاص لحد شوف هو حتى لو بيتكلم ازاي لكن مثلا هو بيتكلم اجريسيف شويه اعرف اللي هو داخل يقول لازم تمتصه شويه فدايما نشوف الكوميونيكيشنز المهمه قوي البارتنر ده بقى بارت براكتيكال شويه اوكي ده براكتيكال جدا الايميل از ون اوف ذا امبورتنت وي اوف كوميونيكيشن في كل شركه يعني مهم جدا انك تكون بتبعت ايميل بس مش اي ايميل زي بعضها في ناس كنت بحب اقرا ايميلاتك يعني في ناس ما بقاش ليه دعوه بالموضوع بس في سي سي كده بحب افتح عشان ارفعها يعني دوت كاتب يعني اتعلم يعني زي ما فالايميلز رايت تو كوميونيكيت نوت تو امبرس الايميل هدفه الكوميونيكيشن مش انك تستعرض عضلاتك هو ده هدف الايميل رايت تو كوميونيكيت اكتب عشان تتواصل مش تكتب عشان خاطر تستعرض على الناس وتبين قدراتك ولا تفرض عضلاتك وتقول لهم دونت نو ولا اي نو لا رايت تو كوميونيكيت هدف الايميل هو الكوميونيكيشن فمهم جدا الحاجه دي السبجكت مهم جدا انها تكون فيها اتنشن اند سمرايز يعني السبجكت مهم جدا هي اول حاجه اهم حاجه في السبجكت انها تكون اتنشن تشغل انتباه لان اول حاجه في الايميل اللي هو التايتل لو التايتل مش اتنشن بيسمرايز الموضوع اكيد الناس مش هتبص عليه فده مثال لباد اكزامبل السبجكت مكتوب فيها ماي سي في مين انت يا باشا ماي ده؟ لكن السبجكت الصح Human Resource Assistance Application John Smith كاتب التايتل واسمه عشان ما كان بيجي يدور الايميل اللي جاي من جون سميث اهوت ودوت الايه الجوب اللي كان بيدور عليه مثلا مثال اسوء حاجه انك تكتب في التايتل الاكشن اللي المفروض التيم يعمله مثلا هنا كاتب في التايتل Maintenance Team to Fix Air Condition عايز التيم بتاع الصيانه يصلح التكييف فاكتب لهم في السبجكت صلح التكييف فيري امبولايت يعني غير محترم خالص لا التايتل مش هتحط فيه اكشن التايتل عشان خاطر تقول ايه هو الموضوع جوه البادي بقى تقول بليز دير تيم يور سب كايند سبورت تو كذا كذا فالمفروض تكتب في التايتل ايشو انا الكونديشن ايشو البيلدينج فايلنس في مشكله في المكان الفلاني لكن ما حطش اكشن في الايميل ايه لو حد تعرفه وعايز تبعت له مسج سريعه مثلا فيها كونتاكت بتاع حد ولا يبعت منه حد تحصل ساعات فدايما تكتب التايتل تكتب جنبيه مثلا اند اوف مسج او اند اوف تكست او وات ايفر تقول ان المسج خلصت في التايتل دي بتحصل بس يعني لما يكون حد تعرفه لكن مش بعت اوفيشال ايميل لتيم السياره تقول لهم صلحوا التكييف في التايتل ده في يعني اسلوب كده غير مهذب شويه اوكي طيب الايميل الثاني بيربوس اوف رايت وانت بتكتب الايميل لازم تبدا بالبيربوس في الاول يعني هو اساسا هو بيبيع الايميل اللي بيبيع الايميل عاده يعني احصائيا ان هو بيقرا اول سطر او اول خمس كلمات الايميل بعد كده يا اما يفكر يكمل او لا فلازم تقول في الاول I'm writing this email to كذا to ask you about كذا I'm writing this email to give you كذا يعني تبدا على طول بالاوبجيكتيف من الايميل مش تقول بقى هلا والله ويلا حيا وكيف الحال وكيف الاهل وكيف الاولاد هتلاقيه فقد السكون ممكن هتسال ده مثلا دير كذا او السلام عليكم I'm writing this email to كذا وبعد تو كذا بقى تبدا تشرح الموضوع كله فلازم الاوبجيكتيف يكون في الاول يكون واضح be polite and check the tone write with capital الريد بالكابيتال لتر باي ذا واي بس فكان حاجه وحشه ولا غلط ولا حاجه؟ اه بجد كان حاسس ان الريد بالكابيتال بس هل الريد ممنوعه؟ يعني كاتيكيت هل الريد ممنوعه او الكابيتال ممنوع؟ احيانا انت عايز حاجه مهمه انت عايز تحط ريد بس هو كابيتال وبولد كمان يعني نوع من الاحترام طب تعالى نتكلم على احنا كلمت على ريد في سلايد لوحدها وكابيتال في سلايد لوحدها اوكي بيقول لك دونت بوينت تو بيبل بوينت تو ورك فعلا دي مهمه جدا في ناس كتير تلاقيها مثلا هنا كاتبه ايما اي نيد يور ريبورت 5 بي ام توداي يو شود بي فاستر يو شود بي فاستر هنا هي بتبوينت على اللي بتكلمها لا خليك سريع لا
دوت بوينت فور بيبل بوينت فور وورد. يعني لو انت تكتب ايميل بلاش تشرع اشخاص بس تكلم تتكلم على الشخص تتكلم على الشغل. لو الشغل دي مشكله قول الشغل دي مشكله ما تقولش انت فيك مشكله الا لما تكون طبعا تايتل مانجر وحتى مدير مش حتى مدير يعني تيم تاني بلاش بقى مش دور المدير واحنا حتى مش مدير ده على فكره كريت انرز دوت كريت انرز في الشغل. ف دوت بوينت تو بيبل بوينت وورد تعال شوف الجود مسج بتقول ايه الجود مسج قالت ايه اي نيد تو ريبورت 5 بي ام توداي يو شود بي فاستر لا فوت بس عم كده فما طلعني انت بطيئه هنا في بوينت للمدير بيبل الجود اكزامبل قالها ايه thanks for all hard work on that report. Score in Aoi. Could you please get your virtual up to me at 5 PM so I don't miss my deadline. Thanks so much. Yeah, بالضبط. بدأت كويس وطلبت حاجة ومتعدة إيه كويس. Use active voice rather than passive voice. مثلا the updated process need to be closed. دي اسمها passive. مبني للمجهول. Don't use passive على قد ما تقدر. They are sure active. Tool A. Tool the business analyst should update the report before the deadline. كل شخص المفروض يعمله. بلاش من حاجة يعني المجهول. ممكن الناس ما تبقاش عارفة مين المفروض يبدأ البروسيس. لما دي بتطلع السلايد اللي قبلها. أنا واضح؟ السلايد بتطلع السلايد اللي قبلها. لا ما تقطعش الأيتم. بس خلي بالك السلايد اللي قبلها فيها نوع من الأوفنسيف. هنا في هنا أوفنسيف. بتقول لها you should be faster. أنا بقول لك دونت بوينت فور بيبول إنك بوينت معناها إيه؟ أنا بقول بوينت أوت يعني بشاور عليك بشكل مش حلو. والله انت اخرت المشروع لكن يقول لي المشروع اتاخر عايزين نمشي المشروع اصلا ما كانش على الاشخاص عايز اسكليت خلي بالك دايما بي ذا نايس بوي يعني لو في اسكليشن عايز تخبط في كلام بلاش خلي مديرك لان في الاخر الريليشنز هي اللي بتبقى مديرك ساعات بيقول لك ماتش بالظبط ما بعرفش ما بعرفش حقيقي خالص دونت لوز بيبل دونت كيك انيمز مالهاش داعي والله دول اللي بعد كده هم اللي هيمشوا فيه بعد كده هم اللي هيموتوا بعد كده الماركت مفتوح والدنيا يعني والدنيا مش كبيره على زمان لما دخلت